واعلم ان الغفله عن الصلاه نوعان. نوع ياتي بها الانسان لكنها ضعيفه جدا، ونوع اخر لا ياتي بها، فالذي لا ياتي بها كافر كفرا مخرجا عن المله والعياذ بالله. ولسنا نقول هذا لعاطفه حماتنا على ذلك ولا لتشكير منا في هذا، ولكننا نقوله لان الحكم بين العباد وهو الله هو الذي قال ذلك. واسمع، قال الله تعالى في سوره التوبه عن المشركين: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. طيب وان لم يفعلوا؟ فهم ليسوا من اخوان لنا، ليسوا اخوانا لنا، هم في وادي ونحن في وادي. واذا انتفت الاخوه في الدين انتفى الدين. ومن المعلوم ان كبائر الذنوب التي دون الكفر تبقى فيها الاخوه الايمانيه ولا تنتفي. اقرا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء عليه. من اخوه؟ المقتول. والقتل عمدا من كبائر الذنوب، من اكبر الذنوب الكبائر، لكنه لا يخرج من المله لقوله من اخيه شيء. واقرا قول الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنات اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. بعدها: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوه. ومعلوم ان قتال المؤمنين من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك من الكفر، ولا شك من الكفر، لكنه ليس الكفر المخرج عن الله، بدليل قوله: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.